بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه: باب الطهور للوضوء. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. قال يحيى: وقال مالك: لا بأس به إلا أن ترى في فمها نجاسة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب الطهور للوضوء. وقلنا هذا الباب يتكلم عليه مالك وتابعه عليه الفقهاء في ذكر أحكام المياه. فهذا الحديث الذي أورده مالك رحمه الله هو ما يطلق عليه الفقهاء بحكم الآثار، الذي هو جمع سؤر، وهو المتبقي بعد الشرب. فيأتي عندنا هنا سؤال: لماذا الفقهاء يتبعون في باب المياه أحكام الآثار؟ فهذا سؤال لا بد من أن ينتبه إليه طالب علم، وهو أن الآثار، وهي المتبقي من الشرب، راجع إلى ذات الذي استعمل الماء، والماء المتبقي غير مستعمل. فوجهة ذكر هذا الصنف من الأحكام في باب المياه ليست بالواضحة. لهذا مالك رحمة الله عليه في هذا المسلك تابعه عليه المحدثون والفقهاء. فأصحاب السنن الأربعة الذين أخرجوا هذا الحديث من طريق مالك جعلوه في باب المياه. الجواب على هذا السؤال هو أن السؤر، وهو الماء المتبقي الذي شرب سواء كان طاهر أو نجس، فيكون قد لاقى الماء المتبقي، الماء الذي شرب انتهينا من حكمه، بل هو غير موجود. فإذا بقي ماء، سواء مثل الإناء إذا شرب منه فبقي ماء، فذلك الماء قد وردت عليه إما نجاسة وإما طهارة. فدخول الآثار في المياه أو في باب المياه من باب ورود النجاسة على الماء، هل هو كورود الماء على النجاسة أم لا؟ واضح الإدخال؟ فلهذا يتكلم الفقهاء والمحدثون على الآثار في هذا الباب الذي هو باب المياه. الإمام مالك رحمة الله عليه جاء بهذا الحديث الذي هو حديث أبي قتادة، والحديث هذا عليه عدة إشكالات في إسناده وفي ألفاظه. فلهذا نبدأ أولا بضبط الرواية التي هي معنا، ثم نبدأ في الكلام على الإسناد. مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت أبي عبيدة. طيب، أول إشكال: نجد أن يحيى ابن يحيى الليثي الذي هو الراوي هنا خالف جماهير، بل كل من روى الموطأ في ثلاثة نقاط. نقطة:
حكم فيها على أن يحيى هنا وهم وأخطأ. ونقطة، وافق البعض إلا أن الأكثر على خلافه. ونقطة، انفرد بها لم يقلها أحد من الرواة. فثلاثة مخالفات سجلت على يحيى في هذا الحديث. إذا مررنا الآن على كل واحدة نضع عليها ذلك الإشكال. اقرأ. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت أبي عبيدة. حميدة بنت أبي عبيدة. عبيدة، هنا عندنا الإشكال الأول، وهو أن يحيى قال حميدة بنت ماذا؟ عبيدة. بنت أبي عبيدة. لم يقل أحد من الرواة هذا اللفظ، ولا يوجد هذا الاسم على الإطلاق، وهو محض وهم كما قال ابن عبد البر ووافقه عليه المحدثون على أن هذا خطأ من يحيى. والصواب أنها حميدة بنت عبيد بن رافع. عبيد بن رافع، هذا هو الاسم الصحيح، وهذا الموطن الذي وهم فيه يحيى رحمه الله. أما الموضع الثاني في ضبط لفظة حميدة، عن حميدة، هل هي بالضم أو بالفتح؟ الأكثر والأشهر والصحيح أنه بالضم حميدة، لكن رواية يحيى ورواية ابن وهب ورواية ابن القاسم على أنها بالفتح حميدة، ولكن الأقوى والأشهر أنها بالضم. لكن إذا ضبطتم أنتم الرواية لابد أن تضعون إيش؟ لابد أن تضعون الفتح، لأنها رواية يحيى ولا يغير رواية الرجل. فكذلك في الاسم هنا يكتب مثل ما هي، إلا أنه قد ينبه في الهامش على أنها حميدة بنت عبيد بن رافع. نعم هذا الصحيح. نعم. عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها. وقال عبيدة بن فروة، وهذا هو هنا الخطأ، بل هو عبيد بن رافع. نعم. عن خالتها كبشة بنت كعب. عن خالتها كبشة بنت كعب، لفظة خالتها لم يقل أحد من رواة الموطأ خالتها، فانفرض يحيى بهذه الصفة التي هي صفة الخالة. نعم. بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة. وكانت تحت ابن أبي قتادة الذي هو عبد الله، كانت تحت ابنته يعني زوجته. هكذا جميع من روى الموطأ عن مالك إلا رجلان، ابن المبارك كما روى هذا الموطأ فأسقط ابن، ووافقه في السقوط محمد بن الحسن الشيباني، وكلاهما وهم وخطأ، فإن كبشة لم تكن تحت أبي قتادة وإنما كانت تحت ابنه. والذي يقوي هذا الاحتمال هو ما جاء في نهاية الحديث أنه قال يا ابنة أخي، ولا يمكن أن تطلق على الزوجة هذا اللفظ لأنها من المحارم. فابن المبارك ومحمد بن الحسن قد خالف هنا، والخلاف مؤثر، ولكنه حكم بأنه وهم. نعم. وكانت تحت ابن أبي قتادة أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. بنجس بالفتح، مثل قوله تعالى إنما المشركون نجس. نعم. إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. طيب، هذا الحديث من حيث الإخراج، فقد أخرج هذا الحديث أصحاب السنن والإمام أحمد والشافعي وابن خزيمة وابن حبان، وهذا الحديث صححه جماهير أهل هذا الفن، فقد صححه البخاري والدارقطني وابن الملقن والحافظ والبيهقي وغيرهم، ولم يضعفه من حيث القول إلا ابن منده.
فابن منده وهو محدث شافعي معروف ضعف هذا الحديث ابن منده. وسبب تضعيفه لهذا الحديث هو أن هذا الحديث فيه حميدة وفيه كبشة، وقال كلاهما لم يسمع لهما حديث آخر وحالهما مجهول. فإذا قلنا لم يسمع لهما حديث وحالهم مجهول، يعني جهالتهما جهالة إيش؟ جهالة عين وحال. وإذا قلت جهالة عين اكتفى، لأن قطعا من جهل عينه جهل حاله وليس بالعكس. فقال حميدة لا يعرف، لا تعرف من هي ولا يدرى ولا حالها، وكذلك كبشة. والإسناد الذي وجد فيه الرجل المجهول يحكم بأنه إسناد ضعيف وعليه فلم يصحح هذا الحديث. واضح؟ هذا الذي قاله ابن منده. ابن دقيق العيد رحمة الله عليه يقول ما قاله ابن منده في المرأتين سليم، فلا يروى لهما أي حديث ولا يعرف حالهم، لكن عندك إشكال وهو الجمع الغفير من المحدثين الذين صححوا الحديث. فقال لا يبقى لنا في المسلك في الاعتذار لهم إلا أن تقول أنهم استندوا في ذلك على توثيق الإمام مالك وشدة تحريه في الرجال، فإن مالك ما أورده من رجل في موطئه يكاد يتفق المحدثون على الحكم بعدالة الرجل، وهذا قد عرف في ذلك على أن ما أخرج له مالك، حتى سئل مالك عن رجل فقال للذي سأله أرأيته في كتبي؟ قال لا، قال فانفض يديك منه. فمالك قد علم بشدة تحريه، فاعتمدوا إيش في التصحيح أو في توثيق هاتين المرأتين على تحري الإمام مالك. وهنا ينتهي كلام ابن دقيق العيد. الذين جاءوا بعدهم كابن الملقن لم يسلموا هذا الكلام، وقالوا ابن الملقن ووافقه الحافظ ابن حجر على ذلك. أولا حميدة كونها لم يروى لها إلا هذا الحديث فهذا ليس بشيء مسلم، فقد روي لها ثلاثة أحاديث، واحد في سنن أبي داود وأشار إليه الترمذي وهو حديث تشميت العاطس، والثاني أخرجه أبو نعيم في المعرفة في معرفة الصحابة، وروى عنها هنا زوجها الذي هو إسحاق، وفي الترمذي وأبو داود روى عنها ابنها يحيى، وفي رواية أبو نعيم روى عنها ابنها الآخر وهو عمر. فقال ابن الملقن فعلى ذلك يكون لحميدة ثلاثة رواة، إسحاق زوجها وابنيها عمر ويحيى، وبذلك خرجت من جهالة العين. وأما حالها فقد وثقها ابن حبان. هذا كلام من كلام ابن الملقن ونقله عنه الحافظ. فخرجنا الآن من مين؟ من حميدة. بقيت لنا كبشة. أما كبشة التي هي خالتها على رواية يحيى فكذلك سلم لابن منده الكلام، فإنه لم يروى عنها إلا حميدة، ولم يروى توثيقها إلا عن ابن حبان، حتى قال أبو حاتم إنها صحابية. قال الحافظ فإذا تدار القول بين كونها صحابية أو ليست لا، فإن كانت صحابية فخرجنا من الإشكال لأن جهالة الصحابي لا تضر، وأما إذا كان القول الآخر فقد وثقها من ابن حبان. فقال ابن المنقن فعلى هذا، وإذا قلنا لابن منده الكلام مسلم في حميدة وفي كبشة بأنهما على هذه المرتبة من الجهالة، فما كان بذلك يحرم بالاتفاق على المحدث أن يحكم بصحة الإسناد. فكيف وقد يكاد يتفق الجماهير الأوائل من المحدثين على صحته إذا كانت علمت جهالة حميدة وكبشة؟ فكيف بالبخاري وبالدارقطني وابن عدي وبالبيهقي في حكمهم، والترمذي لما أخرج هذا الحديث قال حديث حسن صحيح؟ كيف يقال بأنهم قد جهلوا هذه العلة؟ فما عندنا من باب
إلا هذا الكلام الذي قلناه، أو أنهم اطلعوا على حالهم على حالهما وجهنا نحن ذلك، وعدم اطلاعنا لا يقتضي الضعف في ذلك. واضح؟ هذا مجمل الكلام من ناحية الإسنادية، فالذي عليه جماهير أهل الحديث أنه إيش؟ أنه صحيح، وقدح في إسناده ابن منده، ووافقه على ذلك معظم السادة الأحناف، لأن أكبر من يخالف في هذا الحديث هم السادة الأحناف رحمة الله على الجمهور. طيب، من ناحية الإسنادية ابن عبد البر قال كلام في إسناده، وهو كلام قد يعتبر أعدل الأقوال، قال وإما إسناده فلا بأس به، يعني لا أرفعه للدرجة التي نزلها إليه منزلة الجمهور من الصحة، ولا أنزله إلى منزلة الإعلال والاضطراب بأنه لا يصح، فإسناده لا بأس به. وهذا مجمل الكلام في إسناد هذا الحديث. طيب، الآن قلنا الفقهاء والمحدثون يدخلون هذا في باب المياه، ولابد أننا ننتهي به دائما إلى هذه العلة، لأننا نحن الآن نتكلم على إيش؟ نتكلم على باب المياه، فمالك أورد هذا حتى يبين لنا هذه المسألة التي هي إذا وردت النجاسة على الماء هل تؤثر فيه أم لا تؤثر فيه. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا. دخل عليها، وهو من باب الدخول على المحارم، وهو يعتبر محرم لها باتفاق الفقهاء، لأنها هي زوجة إيش؟ ابنه، والمرأة تحرم على الرجل بمجرد أن يعقد عليها ابنه. نعم. فدخل عليها فسكبت له وضوءا، فسكبت يعني أعدت له وضوءا، وهذا يستشف منه الفقهاء في جواز خدمة الكبير وفي استحباب خدمة ذوي المحارم الذين لهم عليك حق، فلهذا جهزت له هذا الماء. نعم. فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى طيب شربت. فأصغى لها الإناء يعني أمال لها الإناء حتى تشرب الهرة منه. يقول العلماء الإصغاء لأمرين اثنين، أو أصغى أبو قتادة الإناء لأمرين اثنين. الأمر الأول هو أنه في كل كبد رطب صدقة، والأمر الثاني هو أنه يريد أن ينبهنا إلى هذه المسألة، وهو أن الماء باق على طهوريته. نعم. فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه. النظر هنا نظر تعجب أو استفهام. طيب، لماذا نظرت نظر تعجب واستفهام؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا الماء أنت سوف تستعمله في وضوئك، فكيف تمكن الهرة منه؟ أو أنه كيف تعطي الهرة أن تشرب؟ في احتمالين، يعني لماذا تعطي الهرة؟ والثاني، هذا الماء أنت تريد أن تتوضأ به، ألا تخاف عليه؟ هذا الاحتمالين. فالاحتمال الأول بعيد، لأنه قد علم من السلف وخاصة من الصحابة الإحسان إلى الحيوانات، فبقي الاحتمال الثاني الذي هو أن هذا الماء كيف يتوضأ به وقد شربت منه الهرة. فأجاب فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكل هذا الكلام الذي قلناه سنصل في الأخير إلى هذه الجملة التي قالها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، إنها ليست بنجس. هذا حكم أطلقه الشارع، ثم أعقبه بصفة تنزل عند الفقهاء منزلة العلة، فقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، يعني إنها استفادت
عدم النجاسة التي هي بمقابل الطهارة لكونها تطوف عليكم. نشرح كذلك العبارتين هذه ثم نبدأ في سرد الأحكام. إنها ليست بنجس واضح، النجاسة التي هي ضد إيش؟ الطهارة. إنها من الطوافين عليكم والطوافات. عندكم في الكتاب في الهامش كاتب أو وكلا الروايتين جاءت عن مالك، الطوافين والطوافات أو الطوافين أو الطوافات، وهو من باب المغايرة ومن باب التشكيل لا من باب الشك من الراوي. طيب، الطوافين هو الذي يطوف ويكثر دخوله، وفي التشبيه هنا بالطوافين أو من هم الطوافون خلاف كما حكاه الخطابي في المعالم. قال الخطابي رحمة الله عليه: هنا الذي يطوف قسمين أو نوعين، إما أنهم الخدم والولدان الذين يدخلون ويخالطون، وإما أن يكون هم المساكين والسؤال الذين يتسولون، فكلاهما فيهم هذه الصفة التي هي صفة إيش؟ صفة الطواف. وعلى الوجه الثاني قال أبو قتادة لما أصغى الإناء ثم قال إنها من الطوافين، يعني أنني أحسن إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحسن إلى إيش؟ إلى السوال الذين هم الطوافين. واضح هذا الاحتمال؟ إلا أن الإمام النووي قال هذا احتمال بعيد ولم يعرج عليه الشراح، والاحتمال القائم هو إيش؟ هو أنهم من الخدم والولدان الذين يدخلون ويطوفون. والذي يقوي هذا الاحتمال هو الحكم الأول الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو إيش؟ إنها ليست بنجس، فدل على أنه لا يريد في التشبيه بالسؤال وإنما يريد بإيش؟ بالخدم الذين يطوفون ويكثر دخولهم. طيب، إلى هنا أكملنا الكلام في مسائل أو في شرح عبارات الحديث. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نبدأ بعلماء الأصول ثم نأتي إلى الفقهاء. علماء الأصول يقولون هذا الحديث تستشف منه ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى هو أن القياس حجة شرعية في دين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، هذا حكم شرعي، ثم علل وقال إنها من الطوافين عليكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل قياس، وهو أن الطائف جاء في القرآن طوافون عليكم في مسألة الاستئذان. ففي سورة النور الله سبحانه وتعالى قال أنه لا ينبغي، أو الأصل على أن الاستئذان واجب مطلقا، إلا أنه استثني من الطوافين، واستثني من الطوافين ثلاثة عورات لكم، يعني يجوز للطائف من الولدان ومن الخدم أن يدخلون عليكم من غير استئذان إلا في الثلاث ساعات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا أسقط هؤلاء الطوافين في حكم الاستئذان؟ لأن الله سبحانه قال طوافين طوافون عليكم بعضكم من بعض، فهو لكثرة دخولهم فيشق أن يحترز منهم، ويشق أن يؤمروا بالاستئذان في كل لحظة، فلوجود المشقة خفف عنهم أنهم يدخلون بغير استئذان إلا في الثلاث أوقات. فجر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وأنزله في إيش؟ في الهرة، فإن الهرة قد تلابس النجاسات، فإنها تفترس الفأر وتأكل من خشاش الأرض، فلا يبعد أن يكون عليها إيش؟ شيء نجس، إلا أنها لا يمكن أن يحكم بنجاستها لكثرة دخولها، فلما عمت بها البلوى خف فيها الحكم وحكم بطهارتها لأنها تطوف. واضح وجه الاستدلال من كون القياس حجة؟ طيب، هذه الفائدة الأولى التي قالها علماء الأصول. الفائدة الثانية وهي أن الشرع إذا رتب الحكم على وصف وربطه به
دل على أن ذلك الوصف مناسب في تشريع ذلك الحكم، وأنه يعلل به وأنه يتعدى به. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، كأنه قال وكل ما هو طائف فليس بنجس، فكل ما هو طائف ليس بنجس، كقول العرب مثلا إذا قال لك الرجل لا تأكل من هذا الطعام فإنه مسموم، ماذا تفهم أنت؟ كأنه قال لك لا تأكل كل طعام فيه هذه الصفة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين، يعني استفادت عدم النجاسة من كونها تطوف، فأينما حلت هذه العلة التي هي علة الطواف حل الحكم الشرعي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. واضح الفائدة؟ وهذه الفائدة الثانية من ناحية الأصولية. الفائدة الثالثة وكذلك هي في علم الأصول، وهي على أن المحظورات إذا عمت بها البلوى وصارت من باب الضرورات أسقطها الله سبحانه وتعالى للضرورة أو الحاجة. فإن الأصل في أن الهرة بما أن لحمها لا يؤكل على أنها نجس، لأنها ذات ناب وتفترس وتأكل الميتة، فالأصل أن تكون هناك نجاسة، لكن لكثرة المخالطة ولوجود الحاجة أسقطها الشرع رأفة بالعباد، فاستفاد من ذلك على أن المحظور إذا كان فيه شدة سقط لوجود الضرورة والحاجة، إلا أن السقوط هذا يقدر بقدر الضرورة والحاجة. واضح؟ وهذه كلية فقهية يعتمد عليها الفقهاء في باب الضرورات. واضح؟ هذه المسائل الثلاث ينص عليها علماء الأصول في هذا الحديث. طيب، نترك علماء الأصول ونرجع إلى الفقهاء. الفقهاء يستدلون بهذا الحديث على أن سؤر الهرة طاهر، وأن الماء الذي شربت منه الهرة كم بطهارته، هذا الحكم العام أو المجمل. إذا أردنا أننا نفصل في المسألة فنقول الهرة قبل أن تشرب من الماء لا يخلو فمها من حالتين، إما أن يكون غير ملوث وإما أن يكون ملوث. طيب، إذا كان غير ملوث هذه حالة، إذا كان غير ملوث فهو على قسمين، إما أن يكون ملوثا بشيء طاهر كأن تشرب الحليب أمامك ثم تأتي إلى الماء فتشرب منه ملوث بطاهر، واضح؟ طيب، وإما أن يكون ملوثا بنجس كأن تفترس أمامك فأر فهو فيصير ميتا وخالطت دمه فيتنجس إيش فمها أو تلوث بشيء نجس. فإذا عندنا كم؟ عندنا ثلاثة حالات، إما أننا لا يرى عليها شيء أو يرى عليها شيء طاهر، وإما أن يرى عليها شيء نجس. فعلى هذه الثلاثة الأقسام ندخل هذا الحديث في هذا الباب. لابد دائما نربط، الآن نتكلم على باب المياه، فلا نريد أننا نغوص في الهرة ونترك إيش؟ ونترك الماء. فالجمهور يقولون سؤر الهرة طاهر ولا حرج في استعماله وفي الوضوء به والغسل به وإزالة النجاسة به. خالف في ذلك السادة الأحناف رحمة الله على الجميع، فقال السادة الأحناف إن سؤر الهرة مكروه، إن سؤر الهرة مكروه. طيب، عند السادة الأحناف إذا أطلقت الكراهة تحمل على ماذا؟ تحمل على ماذا إذا أطلقت الكراهة في مذهب أبي حنيفة؟ تحريم، كراهة تحريمية. يوجد قسمين، عندنا كراهة تحريم وكراهة تنزيه. إذا أطلق في المذهب أن هذا يكره فيحمل على التنزيه أو على التحريم؟ قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة رحمة الله عليه وقلت له قولك أكره الشيء ماذا تقصد به؟ قال أقصد به التحريم. فإذا أطلقت الكراهة في مذهب أبي حنيفة فإنها تحمل على التحريم قولا واحدا. طيب، هنا أطلقت الكراهة
لكن هل تحمل على الكراهة التحريمية أو التنزيهية؟ خلاف، سوف نبين ذلك في هذا الحديث. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نتكلم الآن على هذه المسألة التي من أجلها سيقت، التي هي إيش؟ الصؤر. فقال الجمهور صؤر الهرة طاهر لهذا الحديث. قبل أن نذهب إلى الأحناف، هل يسلم للجمهور بهذا الاستدلال أم لا؟ هنا يشكل على مالك وعلى أصحاب السنن الأربعة، وهذا الإشكال طرحه الإمام الطحاوي. هذا الحديث لم يتعرض رسول الله إلى السؤر، السؤر فهم من فعل أبي قتادة. لو تقرأ الحديث، الهرة جاءت تشرب فأصغى لها الإناء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، لكن ما تكلم على سؤرها. واضح؟ فلهذا لما تقرؤون خاصة في السنن الأربعة، الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أوردوه في هذا الباب في سؤر الهرة، وهذا ليس بمسلم، لأن لفظ رسول الله لم يتطرق إلى ذلك، وإنما الفعل فعل من؟ فعل أبي قتادة. أنا الآن أمهد لكم حتى تخف وطأة الخلاف بين الجمهور وبين السادة الأحناف. طيب، هذا الكلام يمكن أن يدخل به قال لأن الصحابي، وهذه يقولها علماء الحديث، على أن التفسير للحديث إذا جاء من المخرج، يعني من الصحابي الذي تلقاه، فحمله عليه أولى. هذه قاعدة عند علماء الحديث، لكن سوف نتكلم على هذه المسألة. طيب، إذا قلنا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على السؤر بل تكلم على الهرة، فإذا هذا الحديث الأصل أنه يتكلم عليه من باب الحيوانات وليس من باب المياه، لا يتكلم عليه من باب المياه، وإنما يتكلم عليه من باب إيش؟ إما أنه يدخل في باب الصيد، أو يدخل في باب الذبائح التي فيها يتكلم الفقهاء على ما هو طاهر من الحيوانات أو ليس بطاهر. فلهذا، هل تريد نواصل الآن شرح الحديث من باب المياه أو نرفعه إلى باب الحيوانات؟ الآن سوف نذكر جميع الأحكام، لكن هذه تعين على إيش؟ هذه تعين خاصة الشارح، سواء الذي يلقي أو صاحب الكتاب لما تقرأون له. والأصل على أن الشارح لابد ألا يضيع المستمع، كما أن الشارح في الكتاب لا يضيع القارئ. فنحن الآن نتكلم على باب المياه، إلا أننا جئنا بحديث لو تمعن النظر فيه لا يستخلص أو لا يخلص في هذا الباب، فنرفعه إلى باب أو نبقيه هنا. الآن في مسألة الشرح، ما رأيكم؟ نشرحه على باب الآثار. طيب، على قول الجمهور. طيب، قلنا قال الجمهور هذا الحديث دليل على أن سؤر الهرة طاهر بدلالة هذا الحديث. السادة الأحناف قالوا يكره ذلك، وسوف نفصل عندهم هل الكراهة تنزيه أو الكراهة تحريم. على قول الجمهور ما عندنا إشكال، لأننا قد علمنا إيش الدليل هنا. أما على السادة الأحناف فلماذا كرهوا ذلك؟ يقول السادة الأحناف جاء في سنن الترمذي في حديث، وإن كان متكلم في إسناده، إلا أنهم عندهم يبلغ إلى درجة الصحة، في حديث الكلب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من ولوغه سبعا، في رواية الترمذي قال ويغسل من الهرة مرة. وثبت عن أبي هريرة أنه كان يأمر بغسل الإناء من ولوغ الهر، وجاءت الكراهة عن ابن عمر. فلهذا لا يسلم للمخرج هنا أبو قتادة، لأنه خالفه الصحابة أو بعض الصحابة في ذلك. فبعض الصحابة كأبي هريرة وابن عمر كرهوا أو كره سؤر الهرة، فلهذا لا يتمحض القول في المخرج الذي قاله أبو قتادة رضي الله عنه. واضح الآن الجواب الآن على هذا الإشكال الذي قلته. طيب، فقال السادة الأحناف السؤر عندنا إيش؟ مكروه. المحققين يقولون سبب الخلاف أو نوط الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور رحمة الله على الجميع هو في عين الهر، هل هي طاهرة أم نجسة؟ فالأئمة الثلاث يقولون إن الهر
طاهر عينا. والسادة الأحناف يقولون إن الهر نجس. وهنا يأتي مسألة يذكرها الأحناف وهي مسألة الاستحسان. يقول السادة الأحناف: الأصل أن هذا الهر أنه نجس. لماذا؟ لأن لحمه إيش؟ لا يؤكل، ولأنه سبع. إلا أن تركنا هذا هو إيش؟ هذا إيش؟ هذا القياس. القياس أنه لما حرم لحمه حكم بنجاسة عينه. إلا أننا تركنا هذا القياس للاستحسان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. إنها إيش؟ من الطوافين. فلوجود الحاجة سقطت عنها النجاسة لوجود العارض، فنزل من القياس وقلنا بإيش؟ بالاستحسان لوجود إيش؟ الحاجة. وإذا وجد هناك الاستحسان وسقط حكم النجاسة لا يبعد أن تبقى الكراهة. واضح مسلك السادة الأحناف فيه؟ يعني لكن هو مسلك وجيه. قال الأحناف: الأصل في أن الهر لحمه لا يؤكل، وهو ذناب ويأكل النجاسة، وما وجدت فيه هذه الصفات فهو نجس كالكلب وغيره. إلا أن الشرع وجدنا أنه قد حكم بإيش؟ حكم بعدم نجاسته، حكم بعدم نجاسته حكما أصليا أو لوجود طارئ، لوجود طارئ الذي هو إيش؟ الذي هو الطواف. فلهذا ترك القياس وقيل بالاستحسان، فيقال وإن كان على هذا الوجه إلا أنه حكم الشرع بإيش؟ بطهارته، فيكون سؤره وفي ذاته يكره. لهذا عند السادة الأحناف تجدون: ويكره أن يصلي بهر. يعني لو الإنسان حمل هر وصلى به، عند الجمهور صلاته صحيحة، لكن عند السادة الأحناف يكره. وإن كان هم يقولون بالطهارة، يعني القول، يعني وجود القول بالاستحسان يقتضي إيش؟ يقتضي القول بإيش؟ بالطهارة. لكن وجود الطهارة لا تقتضي إيش؟ الكراهة. طيب، نفصل القول كذلك عند السادة الأحناف ونقول لماذا اختلف الأحناف، هل هو لكراهة التحريم أو لكراهة التنزيه. هنا يوجد عندهم مسلكان. المسلك الأول سلكه الإمام الطحاوي وقال إن الكراهة كراهة تحريم، بدليل على أن الأصل، قلنا الأصل الآن بينا بأن الأصل إيش؟ أنها نجسة، ولكن لوجود التطواف نزلت من النجاسة إلى إيش؟ إلى الطهارة. وأما الحديث هذا فتعارض مع حديث أبي هريرة في الترمذي أنه يغسل من ولوغه مرة، وأما فعل أبي قتادة فعارضه قول ابن عمر وأبي هريرة. فرجعنا إلى القياس، فالقياس على أن هذا يلحق بإيش؟ يلحق بلحمه، ولما كان لحمه محرم فحكم عليه بإيش؟ بالكراهة، والكراهة كراهة تحريم. واضح المسلك الذي سلكه الطحاوي؟ طيب، المسلك الثاني وهو مسلك الإمام الكرخي وعليه المعتمد في مذهب أبي حنيفة على أن الكراهة كراهة إيش؟ كراهة تنزيه. فيقول الإمام الكرخي قال: الحديث تعارض مع الحديث الآخر، وقول أبي قتادة تعارض مع أقوال السلف البقية، فبقي معنا إيش؟ اللجوء إلى النظر أو إلى ترجيح خارجي. فإلى ترجيح خارجي وجدنا الحديث الذي ذكره مالك في كتاب الوضوء في البداية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وكانت ولما كانت الهرة لا يؤمن عليها أن تخالط الميتات وتخالط النجاسات، وجدت فيها شبهة الكراهة، كما قال رسول الله: في اليد لا تغمس في الماء. واضح المسلك؟ ومسلك الكرخي مسلك دقيق فقهي. الآن الصؤر نجزم بأنه غير مذكور في الحديث، صح ولا لا؟ بل هو من فعل أبي قتادة. طيب، الجمهور قالوا لفظ العموم يدخل فيه الصؤر، جيد. قال السادة الأحناف: عدم القول بالصؤر فيه صفة أخرى التي هي لمس الهر ومخالطته لك، فيمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنها ليست بنجس لا يريد الصؤر، يريد هذه الحالة، لأنه قال إنه من الطوافين، فإنها تأتي عندك وتذهب إلى الآخر وقد تلحس يدك، فإنه لا يتمحض القول في الصؤر.
وعندنا في السور حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم، أنت ما حضرت معنا هذا الحديث، لو كنت حضرت لعرفت بأن يوجد توجيه من حيث الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هن علل بعلة مشكوك فيها، لا يدري، والأصل في الماء أنه طاهر، ورغم ذلك قالك لا تغمس يدك، والأصل في يدك أنها طاهر، فكونك لا تدري أوجب عليك أن تغسلها قبل. فقالوا إذا هذه العلة استصحبتها كانت في الهرة مثلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس لا يقتضي في رفع النجاسة أن ترفع معها الكراهة، وهذا مسلك وجيه، إلا أننا سوف نبين كيف يرد الجمهور على هذا القول. طيب الآن جئنا لا الكرخي وعليه الفتوى في مذهب أبي حنيفة كما قال ابن عابدين في الحاشية، وهذا الذي ارتضاه الزيلعي وغيره على أن الكراهة كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. فلهذا إذا توضأ لما قالوا كراهة تنزيه ما معنى؟ إذا توضأت به وضوءك صحيح وتتمحض الكراهة إذا وجد غيره، أما عند الجمهور ما يوجد خلاف وجد غيره أم لم يوجد، أما إذا لم يكن إلا هو فلا بد أن تتوضأ به ولا يجوز لك أن تتيمم مع وجوده، واضح؟ طيب إذن هذه المسألة الأولى التي هي الصور، ومنها ساق الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لما علل عدم النجاسة لوجود إيش؟ لوجود التطواف. قال المالكية وبهذا يستدل على أن الكلب طاهر، لأن الكلب وجدت فيه صفة التطواف، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين، يعني أنه ما كان فيه صفة الطواف لا يمكن أن يكون نجس. ولما كان الكلب وخاصة الذي أدن فيه ككلب الحرث والماشية والغنم دل على أنه ليس بنجس. قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه وهذا من أوجه الاستدلالات. ولكن وين الخلاف؟ الخلاف هل الكلب طاهر أو نجس؟ الجمهور السادة الأحناف في أقوى الروايات، والشافعية قولا واحدا والحنابلة قولا واحدا على أن الكلب نجس، وقال المالكية قولا واحدا على أن الكلب طاهر. فجئنا إلى هذه المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين، إذن الكلب يطوف فإذن هو ليس إيش؟ بنجس. قال ابن دقيق العيد ولا يمكن للجمهور أن ينفكوا من هذا الاستدلال إلا إذا أثبتوا أن نجاسة الكلب نجاسة نصية، فتكون عندنا نجاسة نصية. ما معنى نصية؟ يعني ثبتت بنص، وعدم النجاسة قياسا، لأن المالكية أقاسوا فعلوا قياس، فقالوا الهرة ليست بنجس لكونها تطوف، والكلب لكونه يطوف، فإذن يصير إيش؟ غير نجس الذي هو طاهر. فتتعارض هنا دليلان، دليل نصي ودليل قياسي، فيقدم النص. طيب هنا إذا قلنا قدمنا النص، هذا على قول الجمهور، طيب أنتم أيها السادة المالكية ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا والثامنة بالتراب؟ لهذا قال الإمام مالك لقد جاء هذا الحديث ولا أدري ما مخرجه. ما معنى هذا؟ معنى أنك لما قلت يغسل سبعا دليل على أنه لا يغسل للنجاسة، فقال الإمام مالك يغسل، والمالك يقولون بالغسل، لكن الغسل للتعبد لا للنجاسة، بدليل وجود العدد وبدليل دخول إيش؟ التراب فيه، واضح؟ وبهذا ينفك المالكية عن الجمهور في الاستدلال من ناحية النصية. احنا جرناها إلى الكلام على الكلب وجود إيش؟ الطواف فيه. الإمام مالك رحمة الله عليه هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة حديث الكلب أخرجه الصحيحان من طريق مالك، وأخرجه مالك في الموطأ، إلا أنه ذكره في الباب الجامع ولم يذكره هنا في الآثار، لأن مالك يقول بأن صور الكلب طاهر، فلهذا لم يرده في هذا المكان، بخلاف أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ذكروه عقب هذا الحديث، وبعضهم يقدم يقول صور الكلب ثم يذكر صور إيش؟ الهر، لأنهم اتحد هناك المسلك، فهذا أخرجه النص
بأنه نجس، وهذا أخرجه النص بأنه طاهر. مالك قال أنا لا أسلم بالنجاسة وإنما أقول بأنه إيش للتعبد فيها، لهذا لم يرد هذا الحديث مالك هذا الحديث في هذا الباب. واضح الكلام؟ نعم. لا هذه جميل، هذه الآن نحن الآن نريدكم أنكم تفهموا الاستدلال ووجهه، أما أنه قوي أو ضعيف مسلم غير مسلم هذا سوف يأتينا في حديث الكلب ونتكلم عليه. هنا أننا نقول في استدلال المالكية على ذلك، لأننا في صدد شرح حديث الهري وليس في حديث الكلب. من بين الأدلة قال التي قالها المالكية الذي قلتها أنت، الفأر على الفأر، لا الفأر اتفق الفقهاء وعلى قياسه على القط، وإن كان مثل ما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين قال وإن كان لا يتقابلان القط والفأر لكن في هذه المسألة يلحق به قياسا. الآن سوف نتكلم، الآن نحن ذكرنا الفوائد الثلاث في الحديث، الفوائد الفقهية، تكلمنا على أن سؤره طاهر من باب العموم، ثم تكلمنا على إيش على هذه المسألة التي هي مسألة إلحاق الكلب به. المسألة الثانية التي ذكرها الأخ وهي على أنه قال الفقهاء لما علل الحكم بعدم النجاسة لوجود التطواف نحمله على كل طائف، فكل سكان البيوت كالحدائق والفأر وغيره من الدواب التي تطوف في البيت فإنه يحكم بطهارتها لوجود هذا الحديث، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، فقد عللوا رفعوا العلة في ذلك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين، فقالوا كل ما وجدت فيه صفة التطواف في البيوت لا يحكم عليه بأنه نجس لعل هذه العلة، ولم يخرج بنص إلا الكلب. نعم في الكلب المأذون يسلم بأنه طوف، لأنه خاصة كلب الغنم، ما هو مع الراعي ذاهب ويأتي، وفي البادية في الخيام، ولو سكنت البادية لعلمت ذلك. الفأرة اتفقوا على أن سؤرها طاهر، كونها فاسق وفويسق وتقسل هذا غير، لكن نحن نتكلم على الطهارة، لأنها إذا وقعت في السمن صارت ميتة فهي نجسة باتفاق، وسوف نتكلم على هذا المسألة في حديث المائعات. لكن يلحق جميع الدواب التي هي تطوف بهذه المسألة بمسألة الهر، وهذا كذلك باتفاق الفقهاء. فيه مسألة الرابعة من حيث الإلحاق، وهي إلحاق الصبيان إذا تعاطوا النجاسات خاصة في أفواههم، وهذا أفتى بها ابن الصلاح في فتاويه وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى كذلك، فقد ألحقوا أفواه الصبيان إذا تعاطوا النجاسات بالهرة لعدم التحرز منهم، فلما وجدت العلة التي هي عدم التحرز جاز أو سقط الحكم بنجاستها لوجود العلة التي هي علة إيش؟ علة التطواف. إذا الأولاد قد لا يسلم الولد من النجاسة ولو بأفواهه، وهذا مسلم، وهذه سئل عليها ابن الصلاح، وعندكم في الشام سئل عليه هذا السؤال أن الأولاد قد يتعاطون النجاسة خاصة في أفواههم، فهل ينزلون منزلة الهرة؟ فأفتى بذلك وقال نعم، ثم جاء ابن تيمية بعده ووافقه على هذه الفتوى. طيب الآن استنبطنا أربعة أحكام ذكرها الفقهاء في هذا الباب من جهة إيش؟ من جهة هذا الحديث. نرجع إلى الأصل الذي ساقه مالك إلى هذا، وهو إيش؟ وهو السؤر، وهو ورود النجاسة على الماء، وهو بيت القصيد في الحديث. فنحن ألم نقسم السؤر إلى ثلاثة؟ طيب الحالة الأولى قلنا إذا لم يظهر عليها على فمها شيء، هذه حالة نتركها. الحالة الثانية وهي إذا تلوت، إذا تلوت على قسمين، إما أن يكون بطاهر وإما بنجس. طيب نأتي إلى الطاهر، إذا وجد على فمها طاهر وشربت من الماء فإما أن تغير الماء أو لا تغير، جيد؟ أما إذا لم تغيره فاتفقوا على أن الماء طاهر،
لأن الماء تغير بإيش؟ لأن الماء حل فيه شيء طاهر ولم يغيره. والآن نربط بالدرس الماضي وهي المياه، إما أن تبقى على أصلها، وإما أن تغير بشيء طاهر، وإما أن تغير بشيء نجس، وإما أن يحل فيها شيء نجس ولم يغيرها. الكلام الذي ذكرناه في إيش؟ في الأسبوع الماضي. الآن نطبقه على هذا الصور. الصور إما أن الهرة إما أن يوجد شيء على فمها أو لا يوجد. إذا لم يوجد شيء نترك هذا الحكم. إذا وجد إما أن يكون طاهر وإما نجس. أما إذا كان طاهر فغيرت الماء، ما هو الحكم؟ شربت منه وغيرت الماء بلبن. نعم أيوة. عند الأحناف طاهر طهور، وهذه نفس المسألة التي ذكرناها المرة الماضية. طيب السؤر الثاني، إذا حلت فيه نجاسة وغيرته فاتفقوا على أنه إيش؟ نجس، لأنه تغير. طيب إذا لم يتغير، ماء وجدت شربت منه هرة وكان في فمها إيش؟ نجاسة ولم تغيره، ماذا يحكم له؟ بالطهارة. هنا تأتي المسألة التي ذكرناها المرة الماضية، وهي إذا حلت النجاسة في الماء ولم تغيره. فالسادة الإحناف عندهم هذا ماء نجس، وأما المالكية فأصح الأقوال عندهم أنه ماء طاهر، ووافقهم على ذلك الحنابلة هنا لوجود هذا الحديث. أما الشافعية ففصلوا فقالوا إما أنها بعدما أكلت غابت أو لم تغب، فإذا لم تغب وشربت حكم بنجاسته كما قال السادة الأحناف. والأحناف يستدلون بنفس الدليل الذي قلناه المرة الماضية، وهو أن الماء ليس بمستبحر فهو قليل، والشافعية لأنه ماء أقل من القلتين، والحنابلة وإن كانوا يوافقون الشافعية في القلتين إلا أنهم انفكوا هنا لوجود هذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. وأما المالكية فبقوا على أصلهم، وهذا هو مربط الفرس في إيراد هذا الحديث هنا في سؤر الهرة. جئنا إلى المسألة الأولى، وهي إذا لم يرى على فمها شيء ما هو الحكم؟ هنا يأتي الخلاف. قال السادة الأحناف الكراهة، وقال الجمهور بعدم الكراهة. واضح؟ فارتبطت الآن عندنا الأحكام، نعيدها بس من باب الاستذكار. الهرة إذا وجد إذا أرادت أن أو سؤرها إما أن لا يظهر في فمها شيء، وإما أن يظهر شيء. إذا لم يظهر شيء فهي محمولة على الأصل في الطهارة، وهو قول الجمهور، وقال الأحناف إنها كراهة تنزيه. أما إذا ظهر على فمها شيء إما أن يكون طاهر وإما أن يكون نجس، فإذا غير بالنجس فنجس حكمه اتفاقا، وإذا غير بطاهر فهو طاهر عند الجمهور مطهر عند السادة الأحناف. وأما إذا لم تغير في الطاهر فهو طهور باتفاق، وإذا لم تغير في النجس فهو مكروه نجس عند السادة الأحناف، مكروه أو عند الشافعية إذا لم تغب، طاهر عند المالكية والحنابل. واضح؟ طيب الآن قلنا هذا الحديث الأصل أنه يدخل في باب إيش؟ في باب ذكر الحيوانات. فلهذا نذكر الآن هنا المسائل سردا التي تتعلق بالهر. جيد. الشافعية قالوا كما قال الشيرازي في المهذب، وهي أصح الأوجه عند الشافعية، أن الهرة إذا أكلت أمامك رأيتها تفترس مثلا فأر، جيد، ثم ذهبت وشربت مباشرة، فهذا الماء إيش؟ نجس. أما إنك رأيتها أكلت ثم غابت عنك الغيبة الطويلة التي يحتمل فيها أن تأكل شيئا طاهر أو أنها تخالط شيئا طاهر، فإذا رجعت هذه الحالة قالوا نحملها على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس فتكون طاهر. واضح؟ طيب هذا الكلام في دخول هذا الحديث. طيب أما بالنسبة للأحكام التي تتعلق بالهرة، فأول حكم قال الفقهاء يحرم قتل الهرة، بل عده الفقهاء من الكبيرة، فيحرم إيش؟ قتل الهر، إلا أنهم اشترطوا في عدم قتل الهرة ما لم تفسد. فإذا أفسدت الهرة هل يجوز قتلها أم لا؟ يقول الفقهاء كلهم يجوز قتلها، إلا أنهم اختلفوا في نوعية القتل، فقال الجمهور منهم
تقتل لكن كدفع الصائل، وقال بعضهم تقتل ابتداء كقتل الفواسق. ما معنى هذا الكلام؟ الآن اتفقوا على أن الهرة يحرم قتلها وهي من الكبائر لوجود الوعيد في ذلك. طيب إذا أفسدت، كانت هرة تفسد، هل يجوز قتلها؟ قال بعضهم يجوز قتلها ابتداء وتلحق قياسا بإيش؟ بخمس فواسق تقتل في الحل والحرم. الجمهور قالوا لا، لا تلحق بالفواسق وإنما تلحق بدفع الصائل. الصائل كيف يدفع؟ إذا بالتخويف أو بالنهر أو بالزجر والإنهار، ولا يصل إلى القتل إلا إذا تعين القتل في الدفع. واضح؟ وهذا القول أقوى من أنها لا تلحق بالفواسق وإنما إيش؟ تلحق بدفع الصائل. الجمهور الذين قالوا تدفع بدفع الصائل استثنوا حالة واحدة، وهي إذا خطفت شيء أو سرقت شيء ولا يمكن استنقاذه منه إلا بطريق العقر، كأن تكون هربت فترمى مثلا بسهم فتعقر، فيجوز قتلها، وهذا قتل ابتداء. ولكن هذه الحالة التي جوزوها استثنوا منها حالة واحدة، إذا كانت حاملا فلا يجوز ذلك. وقالوا لماذا لا يجوز؟ قال لأن هي قد أجرمت وفعلها يستحق العقر، لكن ما في بطنها ذو حرمة ولم يدخل في الجناية فلا يتحمل جناية أمه، فلا يجوز أن تلحق بذلك. خالف بعض الفقهاء وقالوا يجوز إلحاقا بمسألة التطرس. مسألة التطرس تعرفونها، يعني إذا تطرس المسلمون الكفار بمجموعة من المسلمين، هل يجوز قتل هؤلاء الكفار فيموت معهم المسلمون لوجود الضرورة؟ فألحقها بعض الفقهاء من ذلك، إلا أن الجمهور لم يلحقوا وقالوا هذا إلحاق ضعيف، لأن في مسألة التطرس هي مسألة للمصلحة العامة، وأما هذه مصلحة خاصة، فافترقا في مسألة الإلحاق. واضح؟ هذا أول حكم، الذي هو حكم إيش؟ حكم القتل. الحكم الثاني من هذا الحديث، قال الفقهاء في الهرة يستحب اتخاذ الهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين، وهي صفة مدح، يستحب اتخاذ الهرة. الحكم الثاني قالوا بما أنه يجوز اتخاذها فيجوز بيعها، واتفق الفقهاء على جواز بيع الهرة، وإن كان جاء حديث أنه نهى عن ثمن الكلب والهر، وفي رواية السنور، فذاك محمول على القط المتوحش، وأما القط المستأنس فإنه يجوز بيعه لأنه يجوز اتخاذه. طيب قلنا يحرم قتلها، يندب اتخاذها، يجوز بيعها، يستحب إكرامها، يستحب إيش؟ إكرامها. يجب على من كانت له ذلك أن يطعمها إذا لم تستغني بخشاش الأرض. والحكم السادس على أنه يجوز حبسها إذا أطعمت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في المرأة دخلت المرأة في النار، لا هي أطعمتها ولا تركتها هشاش الأرض، يعني كأنها لو أطعمتها لجاز لها حبسها. طيب الأمر الآخر في أنه إذا وجدت مثلا، هكذا الفقهاء يقولون، إذا وجدت في فم القط حمامة حية وجب إنقاذها منه. إذا وجدت، يعني هو صاد إيش؟ حمامة، لكن ما قتل، أما إذا قتل خلاص قضي الأمر، فيجب إنقاذها لحرمة حياة الحمامة، لأن صيده ليس بشرعي. هذا حكم. الحكم الآخر الذي هو في حالة ما إذا صاد القط، يعني إذا رأيت قطا استولى على حمامة، فيجب عليك أن تنقذها منه، لأن الشرع لم يعتبر صيده ذكاة شرعية. إذا صاد القط فلا يكون ما كان بحوزته ملكا لصاحب القط. هذه كلها أحكام يذكرها الفقهاء في أحكام القط. إذا القط صاد، وجدنا القط صاد شيء، فهل بمجرد استيلاء القط عليه أن يكون ما صيد داخل في ملك صاحب القط؟ قالوا لا، لأنه لم يكن صيده شرعي فيكون يدخل في ملك من أخذه. مثلا أنا عندي قط
فذاك القط استولى على مثلا على حمامة، فجاء رجل فأخذ الحمامة، فلا يمكن أنني أنا أطالبه بها لأنها ليست لم تدخل في ملكي. واضح هذا الاستدلال؟ طيب الأمر الآخر، إذا وجد عند القطة مثلا لحم أو شيء، فإن كان ذو ثمن فإنه يحمل على أنه لقطة ولا يمتلك، لأنها هي ليست بصيد شرعي. هذا الحكم إيش؟ ثامن؟ تاسع. الحكم الآخر هو أن الضيف لا يجوز له أن يطعم الهرة إذا كان في البيت، في بيت المضيف، ما لم يعلم رضا صاحب البيت أو يأذن له في ذلك. والعكس لا يجوز له أن يمنعه من الأكل إذا كان في البيت، لأن الضيف لم يعين حافظا على المال. واضح الحكمين؟ رجل دخل ضيفا على رجل فوجد القط يأكل من أكل صاحب البيت، لا يجوز لك أن تنهره أو أنك تبعده عن الأكل، لأن كلفة الحفظ ليست مناطة بالضيف. والعكس كذلك، الضيف لا يطعم الهر من أكل إلا إذا أذن له في ذلك. واضح؟ هذه أحكام يذكرها الفقهاء في أحكام الهر، وهذا دليل على سماحة هذا الشريعة وعلى أنها اعتنت بذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت. إلا أنهم اختلفوا هل هذه المرأة كانت كافرة أم كانت مسلمة. وفي هذا القدر كفاية، صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.